السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي. إذا درسنا اليوم هو التناسبية اثنان النسبة المئوية. إذا لنبدأ على بركة الله. إذا لنتعرف جميعا على أهداف الدرس. لنحسب جميعا الخارج العشري لما يلي: 25.5 على 5، ثم 210 على 5 بدون استعمال الآلة الحاسبة. إذا وضعية الانطلاق: يعرض محل لبيع الحواسب تخفيضا قدره 20%. لاحظ الصورة وأجب عن الأسئلة التالية. إذا لاحظوا الصورة جيدا. إذا مبلغ الحاسوب أو ثمن الحاسوب هو 8550 درهم. إذا السؤال الأول: ما هو مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب؟ السؤال الثاني: ما هو الثمن الجديد للحاسوب؟ إذا نمر إلى الحل. مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب. إذا المبلغ الأصلي للحاسوب هو الثمن الأصلي للحاسوب هو 8550 درهم. نسبة التخفيض هي 20%. إذا لاحظوا جيدا، 8550 في 20 على 100، 20 على 100. إذا 20% هي نسبة التخفيض. إذا نحسب 8550 في 20 على 100 تساوي 1710 دراهم. إذا مبلغ التخفيض عند شراء الحاسوب هو 1710 دراهم. إذا السؤال الثاني: الثمن الجديد للحاسوب هو كما يلي. إذا نأخذ الثمن الأصلي للحاسوب هو 8550 ناقص الثمن أو مبلغ التخفيض أي 1710 تساوي 6840 درهم. إذا الثمن الأصلي الثمن الجديد للحاسوب هو 6840. إذا نستنتج لحساب نسبة مئوية من عدد، نضرب هذا العدد في النسبة المئوية. إذا أعيد: لحساب نسبة مئوية من عدد، نضرب هذا العدد في النسبة المئوية. إذا نمر إلى النشاط التقويمي. عدد تلاميذ القسم هو 30 تلميذا، من بينهم 18 بنتا. احسب النسبة المئوية للبنات في هذا القسم. إذا لاحظوا جيدا، 18 على 30. إذا كما تلاحظون 18 هو عدد البنات في هذا الفصل، 30 هو عدد تلاميذ القسم أي العدد الإجمالي. إذا بصيغة أخرى، 18 على مقسومة على 30. إذا لنحسب، إذا تساوي 0.60، عدد عشري وليست بنسبة
مئوية. إذا لاحظوا جيدا، لحساب النسبة المئوية نكتب النسبة ونحولها إلى كسر عشري مقامه 100، نعم تساوي 60/100. إذن عدد إلى كسر عشري مقامه 100، نعم. إذن النسبة المئوية هي 60%. إذن نسبة البنات في هذا الفصل هي 60%. الآن أدعوكم إلى حساب النسبة المئوية للتلاميذ أي الأولاد. إذن النسبة المئوية للتلاميذ هي 100 ناقص 60 تساوي 40%. إذن عدد نسبة تلاميذ القسم هي النسبة الإجمالية هي 100% ناقص 60. 60 هي النسبة المئوية للبنات تساوي 40%. إذن 40% هي نسبة الأولاد أو نسبة التلاميذ داخل القسم. إذن مع السلامة، نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.